الحين نكمل فقراتنا لموضوع حلقة اليوم، النزال بين نواف العتيبي وسراج الله رمضانوف، ولكن بعد الفاصل. معكم أعزائي المشاهدين، وبعد ما شفنا التقرير السابق وتعرفنا على اللاعبين، سراج الله رمضانوف هو لاعب من روسيا ويمثل فيغور ستور، هو لاعب متخصص في الكيوكوشينكاي ولعبة السامبو الروسية. لعبة السامبو هي لعبة متخصصة أو لعبة محتواها هو الجرابلينج. نواف العتيبي هو حامل اللقب في جي اف سي 1 ويمثل نادي سايد كيك أكاديمي، وهو أيضا مختص في الجوجيتسو البرازيلية. صالح، لو جينا نتكلم عن نقاط القوه، راح نلاحظ ان اللاعب نواف العتيبي صرنا نعرف التكتيك ماله وطريقه لعبه، بس طبعا كان هو الجندي المجهول، نقول لاعب طبعا سراج الله. نعم، سراج الله كان هو لاعب اول مره بيشارك في جي اف سي 1، وهذه كانت ادفانتج عنده، انه اسلوبه او طريقه لعبه كانت مبهمه بالنسبه للاعب نواف العتيبي. نواف العتيبي طبعا الفيديو تبعه كان موجود، وبالتالي كان يتمكن سراج الله رمضانوف انه يدرس اسلوب نواف ويحضر له تحضير جيد. بالفعل صالح، حتى اللاعبين اللي شافوا سراج الله قبل المباراه والتسخينه قالوا انه لاعب جدا متمكن. صحيح، سراج الله لاعب شارك في بطولات روسيا في الكيوكوشين، شارك في بطولات جرابلينج كثير، ولكن نواف العتيبي ايضا لاعب جاهز، لاعب كبير جهز اخر فتره وصار لاعب متخصص اكثر في الجوجيتسو البرازيليه. صالح، طبعا نفس ما ندري ان اصعب لحظات على اللاعب تكون هي قبل المباراه بعشر دقائق. صحيح. اعزائي المشاهدين، تابعوا معي هذا التقرير. Пока нравится, скажи, дальше больше не будет. In this time very good organization, everything all good, all good. And okay, good luck. Thank you. نفس ما شفنا بالتقرير، اللاعب الروسي كان جدا واثق من نفسه، ولاحظنا الابتسامه، طبعا الابتسامه هذه تكون نوع من انواع الثقه بالنفس ويحاول استفزاز اللاعب. كل من شاف اللاعب الروسي اثناء التسخين حكى انه اللاعب الروسي يمكن عمل مجموعات او تمارين كامله كانها حصه كامله، وهذا يدل على انه لاعب لياقته البدنيه عاليه جدا. الان حانت اللحظه الحاسمه، نشوف النزال لوزن تحت 87 كيلوغرام. you
Yolanda make all the Luciano and girls with condo, Chanel with Gatano. Girl, my persona, I share like Sonny Bono. Black and white keys, lay girls on my piano. Meet Missy and Timbo, rapping any tempo. Huckleberry, Fame, group, the South Temple. Put up in my little be not girl or bingo. Help my Sirajullah Ramzano! نواف العتيبي تفضل الحكم. Gentlemen, you know the rules. Let's have a clean fight. Obey my commands. Touch them up. Let's fight on the bell. Good luck. إشارة حق الحكام حق التايمر يبتدون. طبعا نزال خطير، اللاعب الروسي يمتاز في لعبتين ستاندين وارضي، واللاعب نواف يمتاز بلعب ارضي. بدل قتال راح تشوفون ستاندين وقرابلين بنفس الوقت. سراج الله لاعب اسمع ضربات. هذا متوقع، كان متوقع من اللاعب الروسي لانه هو عنده بطولات ستاندين وعنده بطولات قرابلين. بطل روسيا بالجرابلين وبطل روسيا بالكيوكشن في الستاندين. هذا هني تشوف القتال الارضي اللي هو باسلوب الام ام اي، اخذ وضعيه الجارد طبعا. نعم. الاونه الاخيره هو يتدرب عند سايد كيك اكاديمي. نعم. والنواف العتيبي حامل لقب جي اف سي 1، الحين هو اكثر تخصصا في الجوجيتسو. الحين هو مسيطر ماخذه بالجارد. نعم. ولكن الحين المفروض يحاول اللاعب الروسي انه يتخلص من بلعبة ستاندين. بلعبة ستاندين بيوقف الضارب. بلعبة ستاندين يحاول ياخذ ايده كيمورا اللي هي كسر لورا. الحكم على طول وقف في اللعبة لان ما في حركة، ما في وضعية. راح تشوف لعب ستاندين حلو الحين. شوف ضربات قوية، شوف الضربات القوية، شوف ضربات قوية. انا اعتقد راح اشوف شو اسمه مصارعة. هذه المصارعة ايه، هذه المصارعة، هذه الطرحات. اي ما يطير على جارد لان هذا في اسلوب البدلات مو. نعم. ما يرمي، بس في اسلوب الامامي راح يرمي. المفروض انه ما يمسك عليه طيران بجارد. نعم. طبعا هاي تاثر على الظهر. هني يحاول انه يسوي له سويب، يقلبه اللاعب نواف، يقلب اللاعب الروسي. ولكن اللاعب الروسي وضعيته الارضي عنده قويه جدا مبين. صحيح. اي قاعد يحاول يطلع من بيريلا. طلع اول ريل، طلع ثاني ريل. طبعا الحين يحاول يطق ركبه. نعم. اغلب اسلوب يحاول يطق ركبه لين يسيطر. طبعا راح ياخذ استسلام. قاعد ركز على الضلع. نواف الان قاعد وضعيه الدفاع. نعم. المفروض يلم راسه على اساس ان هذاك لا يحاول يطق، انه من يرفع راسه ذاك يقدر يحاول انه بالضبط الضربات وكذا، سواء ركبه او انه ضربات الايد. خذ ايده. محاوله لف. تخلص نواف. لف نواف. صار هو فوق. الحين فرصته نواف انه دقيقتين ونص. بس وضعيه هو داخل طبعا. ترى انا سمعت ان اللاعب الروسي اول ما اجى كان متحمس جدا للنزال. نعم. كان يقول انا ودي انزل من المطار ادش القفص على طول. نعم. جاي جداً متحمس جدا. نعم. ها طبعا الحماس موجود عند اكثر الروس كذي في القتال. صحيح. مقاتلين بالفطره. عندهم روح قتاليه. وقفوا مستاندين. وقفوا لان ما حد قاعد يسوي شيء. ما شاف اي حركه. راح نشوف الحين. انا عجبني هذا الشيء في الحكم يعني. راح نشوف الحين. ايضا اخذوا الى وضعيه الارض. طبعا الرميات هذه من صالح اللاعب الروسي تسجل له. صحيح. ثلاث دقائق وربع الحين. نعم. وشبه الروسي مسيطر لحد الان، بس اللعب للنهايه لاخر نص. قاعد يحاول اللاعب نواف. طبعا هذه اللعبات الاوزان الثقيله، احنا تدرجنا بالاوزان الخفيفه. نعم. الان الاوزان الثقيله يعني طاقه اكثر، قوة أكثر، تحس في تحس باللكمة. نعم. لها صوت، لها طلع مرة ثانية من بيريلا، وهذا شوف قاعد يحاول. وضعية جيدة حق الروسي، ولكن حق نواف لا. يحاول انه
اللاعب الروسي انه يسيطر على نواف تحت ماخذه هو تقريبا خنق. هذا في اسلوب عندهم بالروس الخنق الاسلوب بالطريقه هذه. نعم. يجي من فوق اللي يسوونه نورث ساوث جنوب شمال. باقي دقيقه يحاول ياخذ هني خنق بعد شوي اذا ما يحاول يتخلص اذا سيطر راح تشوف نواف يسلم. شوفه 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 الحين هاي طريقتهم بالخنق سلم سلم سلم. اقول لك هذه طريقه دائما يتبعونها اربع الروس في الخنق. اربع دقائق و20 اربع دقائق و20 اسلوب حلو بالقتال سواء ارضي او فوق. اربع دقائق و20 صراحه استمتعنا صح انها اربع دقائق ولكنها ممتعه. هذا معروف الاسلوب بالطريقه الخنق هذه عند الروسيين يجيك من وضغط في ايده كابتن شفت شلون يضغط في ايده بعد مو بس خنقه لف 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 سيطر. بس اللاعب نواف فاز بالنزال بالجوله الاولى في الدقيقه الرابعه و15 ثانيه البطل رمزانوف. تحية للبطل رمزانوف. عودة معكم أعزائي المشاهدين وبعد ما شفنا